إذن بعد الاستماع إلى أغنية عبد الحليم حافظ جانا الهوى جانا، نحن نقولوا جانا الهوى ما بالمصري يقولوا جانا، جانا الهوى جانا، نواصل الرحلة ونواصل المشوار ونذكر سادة المستمعين الأوفياء اللي تحقوا بنا الآن عبر موجات إذاعة الحياة أف أم. ضيفنا هو السيد يوسف المكي، تجربة كبيرة تجربة طويلة في قطاع الصحة العمومية، وخاصة أنه كان سائقا للوحدة المتنقلة للنجدة والإنعاش، وما شاء الله عليه يعني نجم نقول كاريرة كبيرة، هو ميكانيكي، هو ممرض أول، وأيضا سائق لهذه السيارة. إذن سيوسف نواصل كيفاش قلت لي على سيد عمر بوحجة، فما حادثة هكا وقعت الحالة وشد. هذه اللي صار اللي كي قلناه في جاوبته الممرض، جاء ممرض متغشر قال توم هاكم هابطين ركبوها وهزوها، علاش؟ قلت له يعني يحتمل راهو يصير اكسيدون في ثنيه ولا حاجه، ما نجموش يولي الاكسيدون اولى منها، هي لاباس بحول الله تخلط ولا باس. قال لي كل زعمه باش يصير، صدقني قسما بالله مازلنا ما خرجناش من سيد عمر، رجعنا نحن ما نهزوش معناها كلموا ريجيلاسيون وقولوا انا راجعي، مازلنا ما خرجناش من سيد عمر، ويعاود يكلمونا سيد عمر شكون يجي للارجونس. يجي مواطن طايح من بوتو، ضربوا الضوء طايح من بوتو، شو صدف اي، كلمونا قالوا لنا ترجعوا للارجونس سيد عمر، اش فهم انا كنا فيه، قال لك لا برا ارجع تاو للارجونس سيد عمر. شكون اللي يكلمكم؟ كلمكم سيد عمر زي سامي. سامي زي هما ما يطلبوا 190، ما عندهمش اتصال بينا نحن، هما يطلبوا 190 تطلبنا. والصدف كانت والصدف رجعنا لسيد عمر، ما فماش درجين من زمان، رجعنا نلقاوك الفرملي. تلهات طبيبة تشوف المريضة ذي تروماكرانيار طايح على راسه من بوتو، راسه محلول في ثنين، وهذا يستحق عملنا له كالتنفس، كل شيء يتعمل غادي في الارجونس كالتنفس الاصطناعي، ويرقدوا المريض ونعملوا له كل شيء ونهزوه. فما ميزة أخرى زادة فيها سميرة ذي، مش نعطيك كلمة شقال لي الواحد ونرجع لك على عادة الفرم ذي، وانا خارج به عملت له هكا بداية، قلت له ريت، قال لي بالله سامحني، قلت له ريت كي يقول لك رانا مشنا تصور، قلت له المريه البنايه ذيك هزيناها ومشينا نحن، ويكلم وتصير ويجيكم نعم الحاله هذه، اما اولى هذايا يهبط في الامبولانس الباي ولا البنايه، نحن اذا حصلنا ركبناه نجمش تهبطها. حاصل تاسف وقال بالحق عندكم الحق وسامحوني. هذا قلت لك هذا الميزه نتاع الامبولانس، المثال يخرجك للحادث ولا اي، يقعد هو اللي يتبع فيك كما نقول، وانت خلطت السيد عمر تلقى المريض ذاي عنده تروماكرانيا راسه مضروب، وش يعمل هو انت تبدا ليه بالمريض، الطبيب اللي في السمير يبدا ليه بالمريض، والطبيب الميدسان ذاي نتاع السامي يقعد يدي هو اللي ينقص ينسق، سامحني ينسق، يكلم للراديو نتاع ابن الجزاء ويكلم الريزيدون، ياخذ يكلم يقول له راه جايكم مريض تروماكرانيا من سيد عمر هكا وهكا، نحن ديريكت نهزوه للسكانير، ما نقعدش نهزوه للغالبه كالمهزله اللي صاير فينا بتاع سكانير في الغالبة، تحب نتحدثوا عليها شوية. نعم ميسيرج ديريكت نهزوه نحن للسكانير، نعملوا له سكانير متاعه، وشفت قديش ربح وقت المريض، يعودش نهزوه للاستعجالي للغالبة، وبعد تهزوا الامبيلونس ترجع تخرج به لابن الجزار باش يعمل سكانير. كي يجي في السيارة دي سمير، أول حاجة يتعمل له تنفس الاصطناعي نوتيباسيون، نعملوا لك نوتيباسيون للتنفس الاصطناعي ونهزوه ديريكت للسكانير، شو قداش ربح المريض، ومن ثم مسكنه هزوه طول للانعاش، لا يدخل الارجونس لا يدخل حتى شيء، ديجا خدمه الارجونس والانعاش كل شيء خدمناه له، سكانير عملناه له يمشي طول الفرش في الرياض. هذه خدمات السريعه، هذه خدمات السريعه، شو معناها الميزه نتاعها سمير هذا به نمشي ونتنقلوا من الحاجب. الحاجب اي حكيتي عليها تاع الحاجب 2016 ولا 2017 وقتها الوزيرة دكتورة سميرة مرعي. مرعي نعم. صار حادث كبير في سيد عمر، أبارامون طلبوا السمير ما هيش ديسبونيبل، ما نعرفش والله ما نعرفش فيش، أما أكيد رأي تعمل في سكانير من الغالب كالمهزلة، لو نحكيه وش معناه تعمل في سكانير من الغالب، وإلا عملت ترانسفير لتونس ولا لسوسة ولا ما نعرفش شنو وين. المهم الكهرباء مش ديسبونيبل، ما فماش حتى كي تخرج أي كهرباء واحد. وجاتكم حالة إرجون كي تخرج الكهرباء، يكلم أي واحد يكلم 190 يقول له لا كهرباء مش ديسبونيبل، ما فماش كهرباء.
صار حادث في الحاجب وكلموا بارامون كرما ما لقاوهاش. وصلت بالقدا الاهالي عملوا احتجاج كبير وسكروا الكياس ونوعا ما خدات صدى كبير الحادث هذاك. هكا ما توفاش قد الله ولا توفى والله ما نكذبش عليك الحقيقه. اما وقتها خاضت جماعه الحاجب سكروا كياس ومشاو المعتمديه وسكروا المعتمديه والسبيطار وتهدوا زاد حتى وكان جي سمير بعد خاطر هما كي طلبوها ما لقاوهاش باش تجي من بعد باش نحجزوها هنا ما عادش عاطينها السمير. هكا سمعت الوزيره وسمعت سلطه الاشراف وشكروم هذيا سمعت هذيا شكروم القاعه في وزاره الصحه اللي تشرف على كل شيء. اش عملت الوزير باش يهدي وكل جابت سياره اي تحبوا سياره تفضل هاي سياره عملت هكا تقريبا بعد نهارين ولا ثلاثة ايام باش فكوا كل اعتصام وفكوا كل واحد جابت لهم السياره وحطتها لهم في الاستعجال. هي حد الان موجود اش معناها جبت لهم سياره جبت لهم سامحوني في الكلمه شقفة نتاع حديد حطتها لهم وكها سياره ها تفضل هاي سياره شكون ايش بيخدم عليها سياره انت جبت لهم سمير سمير راي كي تقول سمير يلزم 15 رقبه فوق منها سمير اي نعم 5 ميدسان 5 تكنيسيان و5 كومبيلونسي هذوما باش تخصصهم لك الكهرباء اللي جبتها انت هذيك. هي جبت لهم الكهرباء حطتها لهم فما ماتريالها كلها خرجتها من الدبو نتاع وزاره الصحه وجابت حطتها لهم فما قدام في الاستعجالي هاي فرحه المواطنين هاي جات سمير من 2017 توا هنا في 2023 قريب ندخلوا ل 2024 لا فما سمير في الحاجب ولا فما كرب ولا فما كيف الكريبه موجود لحدنا ليومنا هذا الكريبه يعني موجوده ولا يستعملوا فيها معناها عادي يستعملوا فيها بالبيت ما وقعش استغلالها كما يجب ما وقعش استغلالها ما وقعش توفير الموارد البشريه ما وقعش كل شيء. هذه انا اللوم على المسؤولين خاطر المواطنين ما يعرفش يقول لك هاي جات كهرباء. اما المسؤولين اللي يعرفوا واش معناها كهرباء واش وراها كهرباء هذيك اللي قبلوا بالحاجه هذه به وذاك اللي صاير في القروان على مراد الله. سيوس انت بكي ذكرت سكانير نعم هكا ولا نعم معناتها طريقه العمل اللي قمت به تما ما شاء الله عليك 38 نعم. سنه نعم. شنو هي الاشكاليات كانت مطروحه قبل وخاصه انك يجيو مرضى مش يعمل سكانير ومش يعمل حاجه شنو هي الاشياء اللي طرات خاصه في المجال هذا في السكانير هو ما كانش عندنا سكانير اصلا في القروان ما كانش فما سكانير. اول سكانير حل في المستير قبل حتى سوسة وقبل كنا نهزو فيل سكانير نهزو المستير من بعد ولا فما سكانير في سوسة كي دار مريض مضروب نحن هنا في القروان على راس ولا على ريا يستحق سكانير نمشي ونهزو لسوسة نعملو سكانير ونجي ايوا هاي انا بربي قالوا هاي ها باش نعملو سكانير في القروان عملنا سكانير في القروان الوحدة لغالبة وحدة الجراحة اي هي اكثر معناها مكان تكون فيه سكانير مش تحط في ابن الجزار حقهم كي عملوا سكانير وتحط في الغالبه قريب للحوات وقريب للجراحه خاطر اكثر الناس هي كي عملوا احصائيات 90% من المرضى بتاع الغالبه يعملوا سكانير في ابن الجزار تفرج معناها 90% معناها يتنقلوا من الغالبه باش يمشيوا يعملوا سكانير في ابن الجزار. نرجع للسمير بحكم اللي ما عندناش نحن سكانير في الغالب فما مرضى ما يلزمهم دار اونتي بي ما يتهزوش في السياره العاديه يلزم يتهزوا في السمير هذه في النعاش عباره على هو في فرشه في النعاش باش يمشي يعمل سكانير في ابن الجزار وجي يلزم يمشي في لي كونديسيون هذوك ايوا باك النعاش هذاك يتنقل يمشي يعمل سكانير ويجي انت كهرباء في 700,000 مواطن ولاية قروان كاملة راهو عندك الحاجب والعلا وحفوز وسلاتية وكل عندنا كهرباء بركة هذيك هي سمير. أي. انت كي يجيك سكانير يطلبك من الغالبة يقول لك باش تمشي تعمل سكانير نمشيو للغالبة نهزوا المريض ونصوروه ونعاودوا نرجعوه للغالبة هذايا برشا وقت برشا ما اقلش من ساعة هذايا ما اقلش من ساعتين من زمان انت كي ساعتين من زمان هذوك ما عندكش سيارة اسعاف سريعة في القروان يصير حادث يصير مريض في سيد عمر ولا في وحده ما تخرجوش كهرباء فاش تعمل في سكانير اللي هو كان جات الدنيا راهو سكانير في الغالبه المريض يعمل سكانير نتاعو وانت بالله سامحني انت هازو من الغالبه لابن الجزار خير يعني باش نهزو بين هواء وفضاء انت ما كهرباء وعجل وركازي وتصور انت مريض
هاك الخضة ذاك الخضان ذاك الكل ذاك الكل ومسكين والطرقات نتاعنا تحمد ربي كما قلنا صلي على النبي تحمد ربي بالرغم باللي نحاولوا نساعدوا باللي خويا انا زاد راي سياره هذيك وكهرباء وفيها بس تلقات لي زمرتي سورز نتاعها بداو تاعبين يا اخي هو لا مفضل ربي ديما سمير ديما تكون بونيتا بونيتا معناها طوميو طوميو سمير نتاع قروان في صدقني كي مش نقول لك الكلام هذايا معناها سمير نتاع قروان اكزامبل في الجمهوريه كل سمير نتاع قروان لونتريتيان عنده تاثير انا لا هو مشني انا الحقيقه ليكيب كامله عن لهوه خاصه بها وزيد انا عامل فيها حويجات هكا معناها اللي خلاوها تكون مميزه به فتره الكورونا كيش كنتوا تخدموا كورونا فكرتني في الكورونا كورونا اللي تعدى علينا في سمير ما عادش كنت تتذكر انت اول ما جات الجائحه هذه اول ما ظهرت ايش كانوا يقولوا في الاعلام وفي التلفزه يقولوا كذا عندك اعراض سخانه ولا كحه ولا حاجه اقعد في دارك واطلب ال190 تتذكروه هذه تذكروه اقعد في دارك واطلب ال190 يا اخي على كلمتك لي اطلب ال190 تليفونات ورا بعض صدقني حتى اللي زرته وتوجع فيه في الليل يطلب ال190 اي نعم صار فينا في سيرتو البريود الاولى اللي كانت ماشي معروفه بالقدا تثبت عليها يقول لك هاو مشى طاح في الثنيه نحن كي نجيو خارجين المريض نلبسوا الحقيقه موفرين تا وزاره الصحه والمستشفى بصراحه معناها الماتريال موفرين باش نرجعوا زاد على سي محمد ليوان الله يذكره بالخير والبريود هذيك لقيناه واقف معانا وقفه ما شاء الله عليه ربي يبارك له كل جائحه نتاع الكورونا ما فيش سكانير الخواص وفر كل سكانير تاع بنزار ديما ساعة ساعة أطيحهم بقى أو تيوب تحرق يزم يجي من ألمانيا يقعد ساعة ساعة بالجمعة كل شيء الحقيقة بتاع ربي ما فماش مرة البنزار استحق استحق السكانير ومطلب سي محمد وملقاشي كل الترحاب منه ونجي ونصوروا كذا العاد من السكانير نتاع ابن الجزار يجي في الليل يجي في حد سبت يجي يحل الباب نتاعو ويصور ويقبل المريض ما فماش مريض رجع مريض علاش خاطر لو كان ما قيناش وقيناش الكابينه نتاع سي محمد ليوان الله يبارك بتاعنا نهزوا سوسه تصور انت معناها كل مريض باش تهزوا سوسه يصور ويجي يصور ويجي وتوا سكانير ولا كيما توراكس معناها ولا سكانير كل مريض لازمك تعمل له سكانير باش يشوفوا الحقيقه نتاع ربي عاوننا برشا وقت سي محمد سيرتو في الجائحه اني سي محمد برسك يوميا بحدنا في سمير خاطر هي اللي خذات الشارج وكل وقتها سمير اللي خذات الشارج نتاع من بعد يمكن بعد شهرين وثلاثه شهور بدات هي تكثر ولاو عملوا انيتي بذمه سمير بذمه الجائحه هذه في ابن الجزار وخف شوي اما من الاول تعرف انت كي بيجي تخرج المريض انت خارج المجهول ما تعرفش مشينا عملنا زاد فورماسيون كيفاش نعملوك لي بريليفمون كيفاش تلبسك البلوزون هذيك وكيفاش تلبس الجون وكيفاش تلبس خاطر هو قال لك في الهواء نجم تلبس كتر جون كتر زوز كومبيليزون تلبس بوت تلبس لينات تلبس بافيت معناها كلك انا مش مذكرك بحاجه انت زاد خدمت السكوريزم انت قلت خدمت الشهاده في السكوريزم هكا ولا اي وخاصه علاش قلت تبارك الله عليك انت جمعت بين الميكانيك وانثرمي اول وكذلك قد سياره وايضا الاسعافات الاوليه نحن قريت هذه قريت على بالطبيعه في السهلول تاخذ ما تدخل انت تخدم في السمير غادي لما تعمل تاخذ الشهاده بها تاخذ الشهاده اللي انت الاسعافات الاولي خط الامبولونسير نتاع سمير مش نابورت كي يجي يخدم امبولونسير في سمير الامبولونسير نتاع سمير عنده مهام كيما خاطريه ثلاثه من ترافاي اون ايكيب فما ميدسان تكنيسيان امبولونسي من مهام الامبولونسي يعمل مساج كاردياك للمريض يعمل هو شوك اللي اذا القلب شوك الكتريك يعملوا هو الامبولونسي علاش خاطر مش معناها الاخرين ما يعملوا خاطر الاخرين لهين في خدمه اخرى التكنيسيان يجبدوا فيها بار والميدسان معناها يخدم في خدمة أخرى يعمل فك الصوند معناها الامبولونسي يزم يكون متكون سي يوسف ما شاء الله عليك بعد التجربة الطويلة هذه أكثر تقريبا من 38 سنة الأكيد
معناتها وقع تكريمك، وقع حفل تكريمك، خاطر الاعمال اللي قمت بها هذه خاصه في النجده، سيره النجده، وقع تكريمك. ونتصور انا معناتها الجينيراسيون نتاعكم انتم هذوك كي يخرجوا من السبيطار تحبوا المده باش تكون جينيراسيون اخرى هكا ولا اي فكرتني في انا والله ما كنتش فاجئوني، تفاجات حقيقه، تفاجات الفريق نتاع سمير هو اللي نقدم له كل الشكر الحقيقه نتاع ربي، ذوك اولادي ويعرفوا هذايا هما. نعرفش هو مش المستشفى كرمني، سمير وحده المتنقله، الوحده المتنقله هنا عايش معنا لفته منهم. كي جيت خارج في التقاعد قبل بنهار سمعت اللي هما معنا عملوا كل شيء بالسريه التامه، صدقني سريه. وانت في بالك في حد شيء؟ وانا والله ما في بالي بشيء، والله لا في بالي بشيء. انا حضوري يوميا، ايوه حضوري يوميا، نقف على الباسيسيون، ايوه قلت ليكيب اللي تبى تخدم ما تغادر الا لما يجي ليكيب الاخرى، ليكيب الاخرى ويقفوا مع بعضهم يعملوا باسيسيون في الخطر. راهي الكهرباء هذه كي تخرج الحادث وتخرج المريض ما فماش كل حاجه ما لقيتهاش، أيوة. ولا كل حاجه فارغه ولا كانت زريقه ما لقيتهاش. حكينا عن الزريقه اللي 6 ملايين هذه، الميتاليز، أي. من جمله السياره هذه، من جمله الحوايج اللي تلقاها موجوده اي في وسطها وتتنقل بها ويزمها تكون في وسطها، هي فما زريقه هذه ميتاليز. انا وقت اللي نخدم ب 4 ملايين تو ب 6 ملايين سومها. فهمت، هذه الزريقه كذا مجانا، هذه عملتها الدوله يدقوها. اي نعم يدقوها، هذه كذا مريض يستحق باش يمشي يعمل كاتي، يعمل لك التسريح في سال دو كاتي مثلا في ابن الجزار ولا في سوسه ولا في البريفي ولا هو وين باش يعمل سال دو كاتي، باش يعمل كاتي نتاعو. الزريقه هذه في سيد عمر ولا في حفوز ولا في العليا ما عندهمش، كي نمشيو له كي تمشي له ليكيب الميدسان يعمل له شريط على صدره يلقى اللي هو عنده البوادر هذه نتاع الانسداد، يعمل له زريقه هذه ميتاليز حتى اللي يمشي حتى لين يخلط للسال دو كاتي. الزريقه هذه ب 6 ملايين، ب 6 ملايين. اي نعم ميتاليز. على كل سي يوسف نرجع للتكريم، نحب التكريم، ايوا نحب نشكر حقيقه، نشكر ولادي تاع ليكيب الكل نتاع سمير فردا فردا باش ما نذكرش وباش ما ننسى حتى حد. اللي فاجئوني الحقيقه، عملوا لي تكريم ولا اروع ما ننساش في حياتي. هداوا لي عمره، الله الله. نعم هداوا لي عمره واعطوني ارجون دو بوش مليون معناها في ماسو، وعملوا لي ريسبسيون وانا موجوده في بارك الله في الفيديو. حقيقه جزاهم الله كل خير وبارك الله فيهم. وانت سيوسف نعم. وانت سيوسف جدير اذا بالتكريم هذايا، ربي يعزك. انا والله ونفضل ربي الحمد لله، انا كانسان يقول لك خدمت 40 سنه صدقني ضميري مرتاح. ما تنجمش لو تقول هالكلمه هذه وانت عندك حاجه، تنجم نقولها لك تو انا ولا نقولها قدام العباد وضميري مرتاح ولا ضرعام الحوايج، صدقني تقعد تتاسف. اما انا كي اقول لك ضميري مرتاح، انا المرضى هنو يعلم ربي فماش مريض ما هزيتوش وما وصلتوش للفرش نتاعو وما بستوش من راسه وما قلتلوش سامحني خاطر ولا بد، هو راهو مريض حتى كي باش نفسانيا مريض واحد يراه بالروح وساعه ساعه يصبح راسه واجع شويه الحاجه تلقى اخلاقه كيفاش، فما بالك هذا سيرتو يبدا مرض هكا معناها متعب شويه. سي يوسف ربي يكثر منك من الناس، واذاعه الحياه اف ام حابه تتكرم كل يوم كيما كرموك، بارك الله فيك. كرمك معناها هذه المسيره الكبيره والرحله الطويله في مجال قطاع الصحه العموميه. مشكور جدا سي يوسف، كما أشكر أيضا ابني أيمن ليق على مستوى الإخراج التقني والرقمي، وأيضا أشكر المدير العام سيد المدير العام سي محمد ديوان اللي عاوننا برشا برشا في تقديم هذا الحصة وهذا البرنامج. أشكركم أنا الزبير العياري، أشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم متألقين وإن شاء الله ديما نحبكم دائما وأبدا. برونشي على 93 إذاعة القيروان، إذاعة الصحة الأولى في تونس. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.